الصوره دي هتحط في كتاب الشريعه بتاع الدكتور يونس. يا واد بكره نشتري مكتبه كده نبيع فيها ملازم وورق. ابوكوا فاكر ان الزمن واقف ما بيتحركش، حتى كلها شغاله في الورق والتصوير. يبقى تعالى شقر على المكتب. موضوع ضرب الشغل ده ما بيخرجش غير من مكتبتك. وابوك لما اخذك كان الجامد بتاع المنطقه دي يفهم. في حد في الجامعه المفتوحه كلها بيمسك كتاب؟ يعني زبال ياما. اي عيل ب 200 جنيه يقدر يقف على مكنه التصوير. نجاح يابا ما بقاش بشهاده الجامعه.